وربما جاء تاريخ 30 يونيو تتويجا لهذا النضج والتوهج السياسي في العلاقة بين مصر والكويت، وأن مصر والكويت هما روحان في جسد واحد. كيف ترى أن هذه المرحلة، مرحلة 30 يونيو التي قال فيها أمير الكويت أن مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدا، كيف شكلت هذه المرحلة نقطة جديدة في شكل العلاقات بين البلدين الشقيقين؟ نحن دولة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة في العالم، نعم، فما بالك في دول عربية شقيقة. نحن مع ندعم خيارات الشعوب واختياراتها. ففي 30 يونيو وقفنا يعني مع أشقائنا في مصر، لأن يعني هناك واجبات، يعني أما أن تبقى مصر أو إحنا نذهب بهذه الدرجة. نعم. وأنا أستذكر حتى كلمة المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، نعم، لما اجتاحت القوات العراقية الكويت قال هذه الكلمة، نعم، أما نبقى نحن أو نذهب كلنا. نعم. فنحن بدورا نقول تبقى مصر، إذا بقيت مصر بقينا، أما ذهبت مصر ذهبنا. نعم.